أمير شو أخذ معك من تجربة هالموسم؟ غير اللي أخده، أنا عندي أمنية عايز أتكلم عنها. أي حد يدخل على السوشيال ميديا أو حتى يوتيوب لما بيشوف اتنين بيختلفوا في الوطن العربي هتلاقي فيه هجوم على الشعوب وعلى تاريخ كل بلد وعلى حكامها. في جيل طالع بمصطلح غريب جدا علينا، العنصرية، في أي تصرف على حاجة تافهة على حاجة صغيرة. هي أمنية عندي كل أب وأم زي ما احنا تربينا يربوا أولادهم مع القومية العربية زي ما احنا تربينا. حب بلدك بس في إطار الوطن العربي الواحد. احنا في الآخر ما ينفعش نبقى أعداء بعض. عدونا واضح جدا، ملامحه مش ملامحنا، لغته مش لغتنا. فأتمنى أن شعار وطن عربي واحد ما بقاش مجرد هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي ويبقى حقيقة ملموسة نعيشها كلنا. أمير شو نصيحتك لهايدي الليلة؟ مش عارف دي تتنصح بإيه بصراحة يعني. يعني هي تنصحني مش عارف. بص، هي بالورقة والقلم كده يعني محدش هيختلف في اللي أنا بقوله. لو قلنا الإمكانيات الصوتية اللي عند هايدي زاد الإحساس اللي بيطلع من قلبها بيقطع قلبنا مش بيوصل لقلبنا، الأخلاق والجمال والكاريزما والأدب اللي كل الناس بيشهدوا بيها، ده كله في الآخر لو قعدت عد 100 حاجة هتساوي نجمة كبيرة جدا هتشرف مصر والوطن العربي في المستقبل. I love you. أنت تجنني حبيبتي. أمير شو كلمتك لمروان الليلة؟ قبل كلمتي بس بسرعة عشان ده آخر برايم، عايز كالعادة أشكر، هقول بقى الرؤوس، مش هقدر أذكر اسم طبعا، توني أهواجي وفريق عمله، توني واكد أكيد حبيبي، شرب الطايع وكل فريق عمل إندمول، محمد شعبان ومحمد مشيش وكل فريق عمل سي بي سي، أهلي مراتي ولادي أكيد، أبويا أمي، كل الأساتذة اللي موجودين، فيكتور كيروز، اسم سايب وأنا للآخر طبعاً، الدينامو اللي أكيد لولا ما كانش البرنامج يطلع بالشكل ده، الصديقة والعزيزة أستاذة لارا حداد. أنتِ يعني مش عكسك، مش عكسك، بس هقول لك إنك بجد من الناس اللي بتدي بوزيتيف إنرجي. مش سهل حد يقابل ناس كتير زيك يا هيلدا بجد، ده حقيقي. ثانك يو، كلك زو أمير، ميرسي. أنا بدي زيد عليك كمان تحية وشكر كتير كبير لنادين سميرة والصبايا والأكيب اللي معاك. أنا طبعاً طبعاً كلهم، أنا قلت شربل وفريق العمل كله، إندمول، كل واحد فيهم على راسي من فوق طبعاً. مروان من أول برايم عامل زي الفارس كده اللي راكب حصان ومقرر إنه يوصل للنهائي، ما رضيش يقف في أي محطة، ما طلعش نومينيشن ولا مرة. كل التعليقات اللي قلناها على مروان عشان هو إمكانياته كبيرة كانت بسيطة، إن هو في البداية كان في عرب زيادة شوية خد باله فبقى بينقيها بشكل كويس. من الناس اللي فيه إحساس في صوته، الصوت مش بس إمكانيات كبير، مروان بيحس بالكلمة، بيحس بالناس ووصل لنا. وصوله للفاينل وصول مستحق، منافسته على اللقب منافسة مستحقة. أيا كان مين اللي هيفوز النهاردة، أنا قلت قبل كده إن الأربعة اللي وصلوا كان في ثلاثة أو أربعة كمان ممكن يوصلوا عندهم المقومات، ربنا يوفقهم وهنهني كلنا الفايز النهارده ان كان مين هو يعني. شكرا لك امير.